بسم الله الرحمن الرحيم. باسمك اللهم نستعين ومنك يا الله نطلب السداد والتوفيق والنجاح يا رب العالمين. نجدد بكم اللقاء والتحية والترحيب، فسلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير وبركة ومحبة من هنا وفي هذا العرس التراثي الكبير من جائزة الملك عبد العزيز، طيب الله ثرى لسباقات الهجن العربية الأصيلة ولعام 2023 بدعم سخي وكبير لرياضة الهجن العربية الأصيلة. الشكر إلى مولاي خادم الحرمين الشريفين، والشكر لولي العهد الأمين، كما نشكر نادي الإبل، والشكر للاتحاد السعودي للهجن المساهم والشركاء في هذا المعترك الكبير. مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء الأفاضل، ينطلق في هذه اللحظات وعلى بركة الله وتوفيقه شوطنا 11 للقاي البكار ولقاء اللقاي البكار ضمن أشواطنا المفتوحة في هذا المساء من رابع أيامنا من هذا المعترك الكبير. انطلق إلى مقدمة الشوط، نبحر بحضراتكم مع 5 كيلومترات، نتابع البداية والمقدمة والصدارة، أتابع هنا المندفعة مع بداية الشوط ومع مقدمة الشوط شوشرة سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد بن خليفة آل نهيان بقيادة الصادق بن فضل الأمين بن علي أحمد، يتابع لنا شوشرة بالقيادة وبالريادة وبعملية التضمير، يتابع لنا شوشرة وشوشرة عانية وقال من دولة الإمارات العربية المتحدة. مرحبا مرحبا بجميع الأشقاء الحاضرين المتواجدين والمشاركين في هذا العرس التراثي الكبير. نتابع المركز الثاني في هذه اللحظات، تتواجد مشاهدينا الكرام هجن الشحانية، من تقدم لنا في هذه اللحظات على المركز الوصافة مع اندفاعة ماثوقة تتقدم على المركز الثاني تحت المركز الوصافة بقيادة جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري، يتابع لنا ماثوقة وهجن الشحانية تتميز في هذا المساء. تأتي لنا هجن الشحانية بالأداء 100 على 100 مع هذا الشعار، مع هذا الحضور، مع حصد الرموز في هذا المساء. بينما المركز الثالث اللي غيرته مع مركز الوصافة تتسلل في هذه اللحظات هجن الغرافة مع أمواج بقيادة سالم بن عامر بن راشد بن سعيد المدهوشي، يقدم لنا أمواج تحت المركز الوصافة المركز الرابع، هجن الشحانية على المركز الرابع واندفاعة وصايف، وصلت وصايف في هذه اللحظات بقيادة جابر بن سالم بن فران المري، يتابع لنا وصايف على المركز الرابع والمركز الخامس. الانضمام في هذه اللحظات، القدوم مع شودة هجن سيح السلم أحمد بن سلطان بن خليفة بن رشيد السويدي، يتابع لنا شودة، بدأت شودة في هذه اللحظات تقترب، رويدة عينها مع المقدمة، عينها على نوماسي هذا الشوط، وين النوماس والمجد التليد في هذا الشوط. بينما القادمة في هذه اللحظات، مرحبا بهجن الاتحاد، هجن الاتحاد القادمة مع الشاينية منصور بن سعد بن محمد بن قدل الأحبابية، يتابع لنا هذه المؤسسة مع هجن الاتحاد. نكتفي بحضراتكم من نداؤنا، نتحول إلى نداؤنا الآخر مع مقدمة شوط العودة إلى هجن الشحانية، إلى ماثوقة مع مقدمة الشوط. أو هنا مشاهدينا الكرام، عفوا، المقدمة والبداية والصدارة في هذه اللحظات. لا زالت شوشرة،
لا زالت شوجرة سمو الشيخ ثياب بن سيب بن محمد بن خليفة نهيان بقيادة الصادق بن فضل الأمين. الله يا شوجرة شوجرة واللهجن القرافة القادمة الكيلو الأخير الكيلو المثير. الله يا الأسماء بدأت اللقاية ولقاء اللقاية وحضور اللقاية هنا غيرت موثوق فرقت الصفوف بزحفها التام بجيناتها الأصيلة يحضر العنابي وتحضر موثوق تحضر موثوق بهذا الحضور بهذا التواجد الكبير القادمة الواصلة أمواج هجر الغرافة هجر الغرافة ناوية بنية ناوية بنية ولكن الإمداد يصل مع وصايف وصايف موثوق موثوق طارت 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 بين أقطاب وأركان هذا الميدان مع هجن الشحانية هجن الشحانية اكتساح كبير حضور كبير حضور كبير الأدعم يحضر يبدع ويمتع يبدع ويخطف يحضر ويمتع في هذا المساء مع موثوق 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 وثق الشوط باسمها وثق الشوط وثق الشوط للشحانية وهجنها هجن الشحانية خاطفة لنوماسي هذا الشوط مع موثوق بقيادة سالم بقيادة مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء جابر بن سالم بن جابر بن فاران المري هجن الشحانية تحصد النوماس على المركز الأول وعلى المركز الثاني كذلك هجن الشحانية مع وصايف والمركز الثالث هجن الغرافة ثالثا مع أمواج والمركز الرابع سمو الشيخ زايد أو عفوا مشاهدين الكرام المركز الرابع سمو الشيخ ثياب بن سيف بن محمد بن خليفة المهيان والمركز الخامس مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء خامس الأسماء المركز الخامس شعار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود على المركز الخامس من قدم لنا رفحة. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود لحضراتكم بهذه اللحظات في عادة هذا الشوط وملخص شوطنا الحادي عشر. موثوقة هي بطلة لهذا الشوط منتزعة النوماس والانتصار وتهدي أبناء دولة قطر والشحانية وهجنها هذا النوماس المستحق وهذا الحضور والإبداع والإمتاع الحاضر في هذا المساء يحضر العنابي بكل تميز وقوة وإثارة وندية. توقيت موثوقة 7:43 25 جزء من الثواني. المركز الثاني وصايف هجن الشحانية توقيت وصايف 7:45 و9 أجزاء من الثواني. المركز الثالث هجن الغرافة مع أمواج وتوقيت أمواج 7:45 32 جزء من الثواني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء. في هذه اللحظات ينطلق وعلى بركة الله وتوفيقه شوط الختام شوطنا الثاني عشر للقاية القعدان شوط الختام بصوت الزميل.